بس ما نتقبل هذا، ما عندهمش تريسيتي، ما عندهمش الماء، ما عندهمش الغاز. شوف الخيط، جبت خيط تريسيتي من جيراني، والغاز بالبتية، غاز البوتان كيما العين. دخلت منها واحد المرا في لابيريود تاع كورونا، حبسوا العمرات، حبسوا كلش. دري لي راح تروح به العمرة، دخلت به الحي هذا كامل الماء. هي تصدقت به، صدقة جارية رهيبة يعني، ربي يقدرها ما شاء الله. ان شاء الله حد الان انا مرحومة في الماء. الغاز الحمد لله احنا نجيبو الغاز تاع البتية. دري سيتي الحمد لله هاندي، بقات الحمد لله يعني مسطور. كيفاش راكي عايشة؟ كيفاش واشك نتاكل واشك نتاكل؟ الحمد لله خلاص. لا لا اكيد، انا نحمد الانسان يحمد ربي الحمد لله. الانسان يدري يحمد ربي. بارابور الناس يمشي بارابور الناس، والله كنت دركا في لوبيتال قسما بالله، عندي بزاف ما جاتش الناس. شوف في واحد الحالات، واحد هو لا واحد ميت ديجايب الحمد لله. شوف حنا نمشيو بيا بولادي، يقولوا الراجل نمشيو حتى ناكلوا حجر يعني صراحه. ناكلوا حجر اقسم بالله، شت ناكل خبز ديال سنه ولادي بالماء. بصح صحاح الحمد لله. الحمد لله الحمد لله صحاح الحمد لله. ربي يحفظ الشمع. تشتي تاكل ولادك مليح، تشتي تلبس مليح، على الاقل ماكسيموم ولا قلب على الاقل. ربي رزاق الحمد لله. والله هذا شتي نخدم، انني كيما يقول لك شت ممكن الحظ عاكسني في الدنيا هذه. بصح اقسم لك بالله كل صباح في سنه الحمد لله ما صادفتنيش الصدف، ما صادفتنيش الظروف، وكي تصادفني ما على باليش. ممكن ربي ابتلاء، ممكن انا اذنبت في حياتي. تصادفني فرص كيما هكا يجيني فيه الناس اللي عكسوني كيما هذا اللي نحكي لك شي ما صح. بركة شوف بركة انا لو كان يسلك عليا الدين هذا كان منهم نرقد نشخر. انت واش راكي تخدمي بالك؟ الخياطة؟ شو نخدم خياطة؟ نخدم تفتلي، ديري الطعام، ديري والله كل الصناعة التقليدية هذيك. على بالك شتو كان يسهر رب العالمين هكذا. وقف على رجليا شوية، دير حوايج ملاح بزاف خلاص. برشا ما لقيتش هكا مثلا، ما لقيتش كيف نقول لك شخص نشرك معاه مثلا كافي ماشين، ماشين اندستريال خيط بين بتيت اتيلي، اتيلي صغيرة شت نحب نخدم. تعاوني روحك تعاوني زوجك صحيت، شت مصروفي على الأقل مصروف برك، على الأقل المصروف ما نحتاج. دي فوا ما يتغداش ولادي ما يتعشاش. ربي وانا شرح نقول لخوي طبعا صورة ربي سبحانه. نقلت لك ممكن نقلت لك صورة سطحية، بصح الحمد لله يعني هذا الشيء كل فرابور ان ولادي بصحتهم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، لا اله الا محمد رسول الله. ربي راه سبحانه راه يسهل الامور، والله يسهل الامور. انا قبل لا يجي نعطيك حاجه صغيره هذه ومن بعد تخبي هذا ما تخرجيش. شوف ممكن اني من زمرة الفقراء انا، بصح طموحاتي عاليه عاليه عاليه. مليح هو الانسان تاعك الانسان عاليه والله. لا المشكله العثرات العثرات في الدنيا ما خلاتنيش نتقدم برك ان شاء الله ربي يقدرك. العثرات هذه تقدر تقول قريب على جات ولادي فهمتني. لو كان انا كندير بروك ان شاء الله عندي افكار، عندي افكار. صح الواحد هو اليقين بالله يعني ثقته بالله. اكيد والله ثقته بالله. اقسم انت راكي تحكي، شوف كلام كبير كنت تحكي على الدين، لكن الناس حبت تروح تلوي لك يدك، حبت تروح توصل حاجه واحده اخرى، لكن انت اللي بنت اصل وحافظه على عائلتك ما قدرتيش. مستحيل والله نبكي قسم بالله نبكي ما تصورش. صحيت نقول ما في مستوى هذا يعني لا يا ربي انا طيشت لك، اللهم اني ارمي بنفسي ونفسي ونفسي ليك يا ربي. ما نهبطش للمستوى مستحيل، والله يكون يقطعوني اقسم بالله. خليه يخرجوني في الفيسبوك ما نهبطش. طيشت كل شيء ربي سبحانه، قلت له يا ربي حلها من عندك سبحانه. اقسم بالله سبحان ربي راه ما يخليش انسان حلها من عندك. الناس اللي صح يا رب سنوز. والله لا كاين كيما كاين ناس طيبين، كاين كيما كاين ناس ماشي مليح كاين ناس طيبين. شوف هذيك شوف حاشاك شوف القذارة تاع النفس البشرية. شوف
معليش معليش علاه على ما تقوليش النفس والشيطان كان يقول ربي يهدي الناس. معليش انا شوفي انا عندنا شهيدة ولا شو اسمها؟ خديجة. خديجة. ادلي خديجة. افتحي شوفي بلا ما تخرجي برك خديجة. دينك يا مام. قضية دينك يا خديجة.